بالنسبة لهم الهبة كنت يمكن المسترد قبل سنوات أنها صارت عليها مجلس الحكومة الإسبانية وخصو وقع عليها صروف باتريوية باعتبار هذا المنتدى ديال الكنيسة اللي ما يمكنش يتفوت بسهولة، يعني المسطرة ديالها مسطرة طويلة جدا وغير مضمونة. ناقشنا الناوية هنا السيد الرئيس على أساس ديال الاقتناء، ما هضرناش في الثمن ولكن ما دليل الاقتناء ما يمكنش الثمن العقار، لأنها التعهد ديال الجماعة على هيش الرسالة ديال الرئيس هو يمشي يمشي مرفع عمومي اجتماعي، يعني بعد إصلاح الكنيسة ستتحول في مدار الشباب وكفرة المواطنة وكفرة المشاركة، لهذا حتى ثمن الاقتناء يجب أن يراعي الاستعمال ديالها. عليها دزنا بالرسالة العامة اللي كتهضر على تفويت مبدأ ديال الاقتناء، لأنه يمكن هو اللي يكون أسهل وأضمن. لأن المسطرة ديال التفويت على حسب ما شرحنا القنصل يمكن تقلب واحد المدة طويلة طويلة جدا، لأن التفويت ربما كتحس بالمنطقة الشرقية في إسبانيا. هادشي علاش تحولت الفكرة بالتفويت في الاتجاه ديال الاقتناء، والثمن اليسير يجب أن يراعي الاستعمال ديالها، لأن حنا ما عندناش فيها العبارة، كاين واحد المرفع وما عندهم تجربة الأسفي، هو اللي اقترح لينا قلنا حنا الأسفي راه بعنا ما فوتناش. بعنا واحد الجمعية الأسفي، كانت عندنا واحد الجنسية الأسفي، بعنا هذا واحد الثمن ما عقدناش الثمن على أي ما عرفناش، ولكن مبدئيا خصو يكون واحد الثمن اللي يراعي الاستعمال ديال الكنيسة. عليها قاعدة الانتقال بالفكرة ديال التفويت بالفكرة ديال الاقتناء. شكرا سيدي.